الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: رجل ملتزم ويصوم ويصلي ونحسبه مخلصا في صلاته وعبادته لله سبحانه وتعالى، إلا أنه يكثر من اللعن. فقال له أحد الإخوة: يا فلان، تجنب اللعن لأن فيه خسارة كبيرة لك ويضيع حسناتك ومنعك أن تكون شفيعا يوم القيامة، فهل هذا صحيح حتى ولو كان اللعن صحيحا؟ ومن يلعنه يستحق اللعن؟ أرجو الإفادة بارك الله فيك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعنة لابد أن تجد مكانه، فإما أن يستحقها من أطلقت عليه، وإما أن ترجع إلى من أطلق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللعنة لابد أن تجد مكانه. وقال: من لعن أخاه وليس كما قال إلا حار عليه، ترجع عليك اللعنة. يبقى هو الذي كان اللعنة ألقت على الذي لعن. فاللعنة خطيرة. وفي الذنب قد سمعته: لعن المؤمن كقتله. فإذا لعن أحد وهو يستحق اللعن فبأ بهذه اللعنة واستحقها، وإذا لم يكن مستحق لها فإن هذه اللعنة تعود على من أطلق هذه اللعنة وتعود هو الذي هو الملعون. فلذلك يعني الإكثار من اللعنة خطير، لا تطلق اللعنة إلا على مكانها. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. المكثرين اللعن لا يستشهدون ولا يشفعون يوم القيامة، لأن هذا كثير لعنه، وقد يقع في أعراض المسلمين بغير حق ولا مصيبة. فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من اللعن، فإن كان مصلي أو صائم أو ديه فلا يكثره للعن، يوقعه حتما في الذنب. لا تلعن إلا من يستحق اللعن. أستغفر الله وأتوب إليه. هذا سائل يسأل يقول: شاهدت مقطع فيديو مرعب جدا فيه فرقة من الصوفية يقوم فيه شيخهم بالوقوف، ويكون واحدا تلو الآخر يسجدون أمامه نفس سجود الصلاة، فيضع يده على ظهر الساجد ويتمثل بكلمات لا أفهمها، فيقوم الساجد ويأتي آخر حتى ينتهون جميعهم من السجود أمام شيخهم، ثم يتحلقون حوله ويقف هو وسطهم يرقص رافعا يديه. فكيف يكون في عصرنا هذا من المسلمين من يسجد لغير الله سبحانه وتعالى؟ وقد كان صاحبي يحدثنا عن ذلك وكنت لا أصدقه حتى رأيت ذلك بعيني، فما حكم من يسجد لشيخه سجودا حقيقيا كسجوده في الصلاة؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. طبعا من سجد لغير الله أشرك، هذا من الشرك. نعم. وهؤلاء الذين يصنعون هذا بشيوخهم ومشركون، أولا يكون الشيخ هذا لا إلى بيت نفسه، ولا طاغوت من دعا الناس إلى بيت نفسه، وكل من عبده بركوع أو بسجود أو بتعظيم أنا مشرك. وللأسف أن هؤلاء يجعلون لأنفسهم طبعا من الكرامات والكلامات، وهذه كله من الكذب، أنه ارتفع إلى السماء وأن الله يكلمه وأن الرسول يكلمه وأنه يدخل وأنه يضعون لأنفسهم يعني مثل هذا. فالناس
الجهال يصدقونهم فيما يقولون ويعبدونهم، وبعضهم طبعا يعني حتى يكون الكفر والمعصية ظاهرة عليه ما بيصلي، بيقول لك أنا بصلي في الحرم، ما بيحج، يقول لك أنا بحج محلي، يفعل الزنا ويشرب الخمر ويقول لك أنا مباح له لأنه خلاص هذا سقط عن التكاليف، وهم يرونه هذا، يرونه يزني ويرونه يشرب الخمر ومع ذلك يعظمونه، يقول لك لا هذا سقط عن التكاليف. وهذا صاحبنا صاحبك هذا صاحب السؤال يقول انا كنت مش مصدق، انا مش موجود. شو مش موجود؟ في اكثر من مليار مسلم من هؤلاء الذين يتبعون هذه الطرق الصوفيه، اكثر من مليار ويفعلون هذا واكثر منه. هذه الطريقه التجانيه، هذه الطريقه الختميه، هذه الطريقه البرهاميه، هذه الطريقه القادريه، هذه الطريقه الأحمدية، كل هذا ويفعلون هذا عند قبورهم وعند هؤلاء يعني مشايخهم هؤلاء الذين يدعونهم هذا فهذا أمر منتشر وكبير. وهذا التصوف من أكبر يعني آفات المسلمين منذ قرون، وللأسف أن الدعوة إلى يعني توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته حق العبادة ضامرة عند الناس. يعني أنا واحد من الناس، ربنا وفقني وقد اطلعت على جرائم الصوفية في بلدان كثيرة من بلدان العالم الإسلامي، وكتبنا من التحذير في هذا مجموعة من الكتب، منها كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ايش هو الفكر الصوفي هذا ليأتي؟ وهو مجلد ليأتي. ثم كتبنا كتاب فضائح الصوفية، ثم كتبنا حقيقة الصوفية، ثم كتبنا بعد ذلك كرامات الصوفية اللي بيسموها كرامة، لمعنى في أكثر من 1500 مما يسمونهم كرامة لهؤلاء مشايخ هذا القرن هذا، كلها نجاسات إجرام، واحد يفعلها يخرج من الدين وديه، ومع ذلك هم يجعلوها له كرامات ويعبدونه. يا جماعة يا جماعة شوفوا القبور التي دعوا من دون هذا، خبر السيد البلوي، هذا من السيد البلوي؟ من هو؟ رجل زنديق لم يصلي لله ركعة، ما رؤي وجهه قط، ما يعرف من أين أصله، ومع ذلك الآن معبود، معبود منذ ذلك الوقت إلى يوم هذه الحديث، ويقول لك إنه هو الذي يدعو الناس إلى مولد، يدعو الناس إلى مولده، ومولده يزحف ليأتي جميع الأنبياء وجميع الأولياء، ويأتي حتى الزمن والهدي كلهم يخرجون من قبورهم ويأتون قبر شيخهم البدوي. يكتب هذا ويفعل هذا مشايخ بعمم، وهذه يذهبون يعتقدون هذا الاعتقاد. ان مولد السيد يحضره مش الرسول فقط، كل الانبياء كلهم يحضرون مولده. مولده شنو؟ يعني الذي تجتمع فيه كذلك اكبر المعاصي، حشاشين واهل البغاء والديت والديت. عبد الوهاب الشعراني يكتب في كتابه طبقات الصوفية يقول أنا تأخرت عن مولد سيدي أحمد البدوي كم سنة من المعاصي اللي حواليه. عبد الوهاب الشعراني عالم من العلماء للأسف، يقول جاني صاحب بيتي قال لي سيدك أحمد البدوي سأل عنك. طبعا بينه وبين البدوي بينهم ما يتكبلوا 400 سنة. يقول رحت له، رحت سلمت عليه، كشف ستر القبر، كلمني من داخل القبر، قال لي يا عبد الوهاب ليش ما بتيجي؟
احنا عشان يعني المعاصي اللي حوالين القبر، قالوا عزة ربي إن الله قد وهبهم كلهم لي، كل دول ربنا وهبهم لي، لا حول ولا قوة، فلا يحاسب أحد. يعني هذا يقول عبد الوهاب الشعلان، مش كلام يا جماعة، هو كلام سري، كلام في كتابه طبقات الصوفية، فيه ملايين الملايين من النسخ منه في العالم الإسلامي. افتح كده أي لوك سري كده، هات طبقات الصوفية لعبد الوهاب الشعلان، وهات ترجمة السيد البدوي، يا خلاص ترجمة، شوف اللي هذا. أنا ما في يعني شيء يفوق الخيال. فصاحبنا هذا اللي يقول أنا ما كنت أتصور هذا، ما شاف هذا أمر هذه. فللأسف آفة، والمسلمون هذه انظر ديت، وهذه الآن على السيد البدوي في بلد فيها ملايين المشايخ وطلاب العلم والمدرسين والمعلمين لكن للأسف هؤلاء دي. هذا صاحب كتاب هذه الصوفية يقول أنا وأنا طالب في المعهد الديني الأزهري في طنطا، يقول لما جاء الاختبار بدأ الأولاد يلهجون، يا سيد يا سيد عند الاختبار وهو بيراقب عليهم، يقول الشيخ بيراقب عليه ديت، بعدين قال لهم يا أولاد خلاص السيد سمع كلامكم وحي يعني يوفقكم في الإجابة، يلا ابتدوا جاوب. هذا الشيخ، لا هذا الشيخ المعهد اللي يقول للطلاب، طلاب أزهريين، يقول لهم خلاص السيد البدوي استمع لكم وسيجيبكم. أي شرك، أي كفر، والله والله مشرك العرب في الجاهلية ما كانوا هكذا، ولكنهم يعتقدون مثل هذا الاعتقاد، واحنا نقول مشركين. طب هذول أشر أنواع الشرك، قل لا، أنك تعتقد في زنديق زي هذا أنه يسمع كلامك ويجيبك وين ما تكون، في أي مكان، في البحر، في الجو، يسمع كلامك ويجيبك، قول يا عمي، قول يا عمي. وهذا سائل يسأل يقول يرجى تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. هذه الآية ينبغي أن تعلم لا تعلق بموضوعنا، من هو الولي حقيقة؟ ربنا يبين الولي. طبعا الولي ألا إن أولياء الله دول أحبابه، أحباب الله تبارك وتعالى، لا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليه ولا هم يحزنون فيما يتركونهم في هذه الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا يبشره قبل ما يموت بأنه من أهل الجنة، وقد تأتيه البشرى رؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا يراها المرء المسلم أو ترى له. فربنا يبشره برؤيا، وكذلك يبشر عند الموت قبل ما تنزع روحه، يبشر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذا ولي الله تبارك وتعالى. من هم؟ قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الأولياء الله، مؤمنين وأهل تقوى بيخافوا ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء الزنادقة الصوفية اللي بيقول لك أنا والي لله تبارك وتعالى ليسوا من أهل الإيمان بل من أهل الشرك، وكذلك لا يتقون، يفعلون المعاصي جهارا نهارا ويقولون بأنها
أحلت لهم، وأن ويتركون الواجبات من الصلاة والصيام، ويقول لك التكاليف سقطت عنهم. التكاليف يا مجرم تسقط عن مؤمن؟ النبي نفسه ظل يصلي إلى ما لم يستطع أن يقوم للصلاة، وربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. النبي مرض أسبوع، ترك الصلاة، ترك العبادة، ترك شيء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشتد بالنبي الوجع وكان يغمى عليه فقال ما فعل الناس؟ وقل يا رسول الله ينتظرونك للصلاة، الناس منتظرين الرسول عشان يخرج للصلاة. فقال النبي صبوا عليه، يقول فجلس في مخضب صبين عليه مياه باردة فاستفاض، ثم قام ليذهب فسقط، أغمي عليه وسقط، ثم أفاق فقال ما فعل الناس؟ فقال يا رسول الله ينتظرونك للصلاة. فقال صبوا علي من سبع خرب، سبع خرب سبع رسول، فصبوا عليه فاستفاق، لبس وقام ليخرج فسقط سبع مرات. وكلما يحاول النبي ان يذهب ليصلي فيسقط ويغمى عليه، ثم قال بعد ذلك لما ما استطاع قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، فلم يأمر أبو بكر أن يصلي بدلا منه بالناس إلا بعد هذا. وظل النبي على هذا الحال صلوات الله وسلامه عليه، جاء له فترة في هذه السبع أيام الذي لم يستطع فيها أن يخرج، جاء له فترة نشاط، فقام أولئك المسلمين مصطفين فخرج يهادى بين رجلين حتى جاء إلى الصف وجلس عن يمين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جلس عن يسار أبي بكر، وكان يعني يصلي أبو بكر بصلاته، هذه الصلاة وحدانية اللي قدر النبي يخرج فيها صلى الله عليه وسلم. الشاهد لأن النبي لم يترك، يعني لم يترك، لم يعفيه الله تبارك وتعالى من سقوط تكليف عليه إلى الوفاة. الذي يقول بأن الله لما يكرم عبد يقول لا تصلي يا ولا تعبد الله، خلاص أنا رفعت عنك التكاليف، إجرام، إجرام أكبر في حق الله سبحانه وتعالى انهم يجعلون الله تبارك وتعالى يامر بالمعصيه ويامر بالفحشاء المجرمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويتبجح ويقول فلان سلطان التكاليف، وفلان اباح الله له الحق محرمات. يحكيني شيخنا الشيخ محمد عبد الله البنا رحمه الله عليه، كان شيخه من هيئة كبار، أبوه من هيئة كبار العلماء، يقول وكان في محل بنقعد فيه كثير، يقول يجي واحد من مجذوب من هذول المجاليب اللي بيعتبروا نفسهم دول مجذوب هذا الأولياء، وهم طبعا لا بيصلوا ولا بيجيب، يقول يجي المجذوب هذا يقول أبويا يروح يشتري له قارورة الويسكي ويجيب له إياه ويدي له ويسكي. اقول له يا ابويا انت من هيئه كبار العلماء، وازاي تدي له انت تشتري الخمر وتدي له اياه؟ يقول لي اسكت يا ولد، ده بتنقلب في بطنه للبن. لا حول ولا قوه الا بالله.
فإن هذا الشيخ الكبير ما يتكبر العلماء بيعتقد يروح يشتري الخمر لواحد من هؤلاء المجاذيب هذول هذول ويشتريها بنفسه ويقول له عليها خلاص بتصير لبن في بطنه. طيب الله يسممه، طب ما تجيب له لبن على طول خالص وبلاش تجيب له بدل عملية التحويل هذه. لا عقل يعني لا عقل ولا دين. وهذا سائل يسأل يقول يرجى شرح الحديث التالي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم، حديث أن النبي سمع رجلا وهو يصلي أن يدعو ودعا دخل في دعواه مباشرة، فبعدين النبي قال لقد تعجل هذا الذي يدعو هذا تعجل، يعني تعجل. ثم قال له النبي له ولغيره إذا قام إذا دعا أحدكم فلأول يمجد الله، تمجيد الله تبارك وتعالى الثناء عليه وذكره فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة مثلا فالفاتحة في حمد لله وثناء على الله وتمجيد لله تبارك وتعالى، أو يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، فيمجد الله تبارك وتعالى ويثني عليه ثم يذكر حاجته. ايش تبي تدعو لايش؟ في الدنيا وفي الاخره. ثم يصلي على النبي. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيرحمه. فيبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه ثم يقول ما يريد ثم بعد ذلك يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي هذا الرجل يدعو دون أن يبدأ بتمجيد الله وحمده ودون أن يصلي على النبي قال النبي لقد تعجل يعني تعجل بدعواه، فلو أنه مجد الله حمد الله ومجده ثم ذكر حاجته ثم أثنى ثم صلى على النبي لكان هذا قبل أن يستجاب له. نعم. وهذا سائل يسأل يقول الحمد لله صليت عند حضرتك الجمعة الفائتة وأسرني كثيرا كلامك وخطبة حضرتك وأريد أن ألتزم بالدين لأنني أيقنت أن الحل الوحيد لجميع مشاكلي هو اتباع الدين، فماذا تنصحني به وكيف أبدأ وهل حضور خطب حضرتك يكفي مثلا أم ماذا أفعل؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. الله يرزقنا جميعا اتباع طريق. الحمد لله أنك شعرت أن يعني هديت إلى الدين وعليك بالاستقامة والمحافظة على الصلاة وعلى طلب العلم وعلى قراءة القرآن، اجعل لك راتب لقراءة القرآن ولو صفحة من كتاب الله تبارك وتعالى واحرص على الخير وتمسك به وادعو يعني يهديك الله تبارك وتعالى طريقه المستقيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا طريقه وصراطه المستقيم. هذا السائل يسأل يقول كنت أصلي متنفلا بين الأذان والإقامة وأطيل السجود أدعو ما شاء الله لي أن أدعو، وكان أحد المصلين يستغرب سجودي وينظر إلي باستغراب أو إنكار لا أعلم، وقال لي أخلص عاد كل هذا السجود، فلم أرد عليه، ولكني من بعد ذلك لم أتمكن من السجود حتى للفريضة بسبب آلام حلت بي، فماذا أفعل؟ هل هو حسد كالرجل الذي نظر إليه باستغراب أم ماذا يكون ما حصل لي؟ أرجو الإفادة بارك الله فيك. أصابك بعين بسهم، وبعدين أنت لما تصلي يعني تسجد يعني خلي السجود الطويل هذا يعني في مكان لا يراك فيه الناس أكثر عشان لا أيضا يعني تكون بعيد عن الرياء
وبعيد كذلك عن الحسد، لأن الحسد يأتي في كذلك بعض الناس يحسد يعني في الدين، يحفظ القرآن يقول يحسده، يحفظ هذا يحسده، مش يحسده لأنه يريد أن يكون مثله، يريد أنه يعني شلون يزول هذا عنه، وهذا شر. فلا دائما الإنسان يعني يقرأ المعوذات، وأقول لهذا الذي كان يطيل هذا السجود ينبغي لا تطيل هذا السجود هكذا أمام الناس، حاول أن يكون بينك وبين الله تبارك وتعالى ما دام نفل يكون بهذا الشكل، واقرأ المعوذات وإن شاء الله يصرف الله سبحانه وتعالى عنك هذا الذي أصابك. سؤال أخير، في بيتنا وأثناء النوم نسمع أصواتا غريبة وهمس وكلام غير مفهوم، فنقوم ونشعل النور فلا نرى شيئا، ويتكرر ذلك كثيرا، هل هو جن كما يقولون لنا أم ماذا يكون، وماذا نفعل لمن هذه الأصوات موجودة؟ هذا بارك الله. طبعا هذه الشياطين وهذا جن، فليكون البيت هذا مسكون بهم، وقد يعملون هذا يعني لتطفيش يعني الساكنين. يجب على هؤلاء أن يقرأوا في البيت سورة البقرة ويستعيذ بالله، كل واحد يدخل البيت يسمي الله ويستعيذ بالله من الشيطان، وكذلك يفعلون هذا في طعامهم وفي شرابهم، فهذا فيه جن هذا، يعني هذا البيت الذي يسمع فيه أصوات في الليل وضربة دارية، بعدين يقوم يشعل النار ما يسمعوا شيء، هذه شياطين الجن. على أهل البيت إن هم يعني يقرأوا في بيتهم القرآن ويذكروا الله تبارك وتعالى، الجن الشياطين لا تطيق تخرج، فتخرج من البيت. الحمد لله.